بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام مرة أخرى إلى كتاب ليغي كومبروند. طبعا نستأنف مع قصة لونفون إي لو شوفغي. إذا سنرى لونفون إي لو شوفغي سويت. إذا تابع للقصة. لا بوفر بيت في ديبوزي أو ميليو دو لا شامبر سور لا تير باتو. إل ريستي إيموبيل لي باتر بليي سو لو كور لا تيت باس. Elle respirait avec peine. « Il va mourir !» s'écria Marie. « Non, dit la mère, il a soif. » Elle prit une casserole et jeta une poignée de sang, un peu de sel et versa dessus de l'eau bouillante. Puis elle ajouta de l'eau froide et remua le mélange avec sa main. La pauvre bête fut déposée. Eden, comment tu calmes-tu الدابة الفقيرة المسكينة في ديبوزي أنها وضعت. كما تلاحظوا بأن لو فيرب ديبوزي أنه عادة أنه يصرف مع أفواغ. لكن هنا عندنا الموضوع اللي تكلمنا عليه قبلا المتعلق ب لافوا أكتيف إي لافوا باسيف. طبعا في لافوا أكتيف سنقول لا بوفر بيت مثلا ديبوزا. يعني أن الحيوان المسكين هو الذي وضع. طبعا هنا تنتكلم على الحيوان المسكين هو الذي وضع. إذا طبعا ديبوزا هذه في لو باسي سامبل. طبعا سنصرف لو فيرب ديبوزي أو باسي سامبل. أو باسي سامبل سأقول جو ديبوزي تو ديبوزا إل ديبوزا نو ديبوزام و ديبوزات Ils déposèrent. Et donc, ça la pauvre bête déposa. Anna, هي التي وضعت. Madame Anna, هذا الحيوان المسكين هو الذي وضع. Et donc, طبعا سنصرف ما كان le verbe déposer. سنصرف l'auxiliaire être في le passé simple. Le passé simple. ثم نضيف بعده لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ديبوزي كما عندنا هنا. إذن فيصبح عندنا لا بوفر بيت في ديبوزي. إذن هنا عندنا لو باسي سامبل في لا فوا باسيف. تنعرفوا بأن لو باسي سامبل تيكون فيه الفعل بوحده ما تيكونش فيه لوكسيليير. ولكن في لا فوا باسيف غيولي عندنا لوكسيليير إتر هو المصرف في لو باسي سامبل ثم نضيف بعده لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. طبعا هنا تنتكلم على لا بوفر بيت. نتكلم عن كلمة كما نقول هاد لو سيجي ندير هاد الجملة هنا أنه مؤنث. مادام أننا تنصرفو الفعل مع لوكسيليير إتر طبعا سيتأثر. هنا عندنا الكلمة مؤنثة سنضيف أ الخاصة بالتأنيث. لا بوفر بيت في ديبوزي أو ميليو دو لا شومبر. إذن الحيوان المسكين أنه وضع أو ميليو دو لا شومبر في وسط الغرفة. سور لا تيغ باتو. سور لا تيغ باتو كما نقول فوق الأرض المضروبة. المقصود بلا تيغ باتو هو غطاء. هو كما نقول لباس أرض أنه يستعمل عادة في ملاعب التنس وفي ملاعب أخرى طبعا. أن تلبس الأرض بغطاء. إذا نتكلم عن لا تيغ باتو نسميها لا تيغ باتو. نفس الشيء هنا. إذا وضع هذا الحيوان المسكين على أرض مغطاة. إل غيستي إيموبيل. إل غيستي إيموبيل. إذا هو بقي غير متحرك. موبيل متحرك. إيموبيل غير متحرك. لي بات غوبليي سو لو كور. لي بات الأرجل. أرجل الحيوان. غوبليي أنها منتنية. منتنية سلوكور تحت الجسم. إذا طبعا هذا الحيوان أنه في غيبوبة كما نقول. يعني أنه لا يستطيع أن يقف على رجليه. وبالتالي بقيت أرجله تحت جسمه. ثم لا تيت باس. ثم الرأس في الأسفل كما نقول بأن رأسه ساقط على الأرض. Elle respirait avec peine. إذا هو كان يتنفس avec peine بصعوبة.
عندنا كيما تنشوفو عندنا لو فيرب ريستي ثم لو فيرب ريسبيري انهما مصرفان في لامبارفي. ريسبيري اذا هو كان يتنفس، كان يتنفس افيك بان بصعوبه. Il va mourir, s'écria Marie. Il va mourir, s'écria Marie. Il va mourir. طبعا هنا عندنا لو فيتور بروش الخاص بفعل مورير. تنعرفوا بأن زمان لو فيتور بروش كما نقول المستقبل القريب ديما تنستعملوا فيه لو فيرب الي، تيجي بحال سومي اوكسيليير نصف مساعد، ثم نضيف بعده الفعل المراد تصريفه. إيل va mourir هو سيموت، كما نقول بأنه سيموت قريبا. s'écria Marie تصرخ ماري. non dit la mère لا تقول الأم. إيل a soif هو عطشان. إيل a soif هو عنده عطش. elle prit une casserole إذن هي تأخذ إناء. إي جوتا هنا عندنا هاد إيكغيك كما نقول فيه إي جوتا ترمي فيه رمت فيه. إي جوتا طبعا لو فيرب جوتي كما تلاحظوا مصرف في لو باسي سامبل كما نقول هنا جوتا دون لا كاسخول إذا هي رمت في الإناء. إي جوتا رمت فيه إين بواني دو سون إين بواني إين بواني إين بواني دو سون إذا هي رمت فيه حفنة من النخالة كما نقول ان بو دو سيل ثم رمت فيه ماذا ان بو دو سيل القليل من الملح ثم انفيرسا دوسي انفيرسا دوسي اون لو فير فيرسي كونجيغي او باسي سامبل اذا بنفس الطريقة عندنا لو فير فيرسي فعل يعني سكب 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 الماء مثلا طبعا عندو معاني اخرى مثلا فيرس دو لارجون يعني أنك تضع نقودا تضع مثلا في البنكة تضع في حساب مثلا إذا نتكلم عن لو فيرب فيرسي ممكن تكون له معاني أخرى طبعا إذا هنا المقصود به أنك تسكب فيرسا ثم أن سكبت دوسي يعني فوق فوق الذي فوق الذي وضعت في الإناء أي فيرسا دوسي ثم أنها سكبت فوق فوق الذي ذكرنا دولو بويونت ماء مغلى دولو بويونت طبعا لو كلمة مؤنثة سنقول هنا بويونت وليس بويون كما في المذكر بوي إل أجوتا ثم هي أضافت طبعا لو فيرب أجوتي يعني فعل أضافة أنك تضيف شيئا بوي إل أجوتا ثم هي تضيف دولو فخواد ماء باردا إيغوميا إيغوميا ثم هي حركت طبعا ذكرنا فيما سبق راينا هاد الفعل لو فيرب غومي كما تلاحظوا il voit qu'elle remue اذا هو يرى بانه يتحرك qu'elle respire encore وبانه يتنفس ايضا اذا راينا لو فيرب غومي اذا هنا هي تحرك غومي لو ميلونج ثم ان حركت الخليط الخليط من النخالة والملح والماء البارد والساخن افيك سما لو ميلونج افيك سما افيك سما بيديا اذا كما قلنا لا بوفر بيت في ديبوزي او ميليو دو لا شامبر لا بوفر بيت في ديبوزي او ميليو دو لا شامبر سور لا تير باتو ايل ريست ايموبيل لي باتر بليي سو لو كور لا تيت باس Elle respira avec peine. Il va mourir, s'écria Marie. Non, dit la mère, il a soif. Elle prit une casserole. Tabarna, prit, elle allait le prendre. Le verre prendre. Il donnait à Hud, il donnait à Khadat une casserole. Khadat, Khadat une en. Tengourna casserole. Elle prit une casserole, y jeta une poignée de sang, un peu de sel, et versa dessus de l'eau bouillante. Puis elle jeta dans l'eau froide et remua le mélange. ثم هي حركت الخليط et remua le mélange. ثم هي حركت الخليط avec sa main. بيديها. Marie
Marie place le récipient près de la tête du chevreuil. Marie place le récipient près de la tête du chevreuil. Il ne bougea pas. La mère alors le prit sur le ventre, le fit lever de force, l'enfourcha et le tenant solidement entre ses genoux, lui enfonça le museau dans le dosson. Il se débattait, se retirait en éternuant. « Mère, mère, lâche-le. Tu lui fais mal, » crie François. « Tu préférais que je le laisse mourir de faim ?»« Tu préférais que je le laisse mourir de faim ?»« Regarde, le voilà qui se réveille. » Marie place alors un récipient près de la tête du chevreuil et d'un mari plaça un nawadat, le verre placé. Marie plaça le récipient. طبعا لو ريسيبيان المقصود به هنا لا كاسرول اذا نتكلم على الاناء ماري بلاصا لو ريسيبيان بري دو لا تيت دي شوفوي اذا ماري انها وضعت كما نقول لو ريسيبيان الاناء بري قرب دو لا تيت دي شوفوي قرب راس دي شوفوي قرب راس الايل اي نو بوجا با اذا هو لم يتحرك طبعا هنا عندنا لو بوجي كما تلاحظوا بصراف ايضا في لو باسي سامبل لا مير الوغ لو بري سو لو فونتر الام حينئذ لو بري اخذته اذا لا مير الوغ لو بري نفس هذا لو فيرب اللي عندنا هنا اي البري اون كاسرول هي اخذت اناء لا مير الوغ لو بري الام حينئذ اخذته لو بري المقصود هنا La mère alors prit le chevreuil. حتى لا نعيد الكلمة طبعا ونكررها مرة أخرى. إذن عوضنا كلمة chevreuil بدل. La mère alors le prit sous le ventre. إذا الأم حينئذ أخذته sous تحت le ventre البطن. أنها وضعته تحت بطنها. Le fit lever de force. ثم جعلته يرفع بقوة. المقصود أن عملت هنا كما نقول عملت على رفعه لو في كما نقول عملته لوفي ترفع دو فورس بالقوة المقصود أن عملت على رفعه بقوة لونفورشا لونفورشا طبعا لو فيرب انفورشي هي عندما تركب على دابة وتفرق ثم تفرق رجليك على دابة على حمار مثلا أو على حصان أو على وسيلة نقل مثلا الدراجة تركب على دراجة أو على حيوان ثم تفرق رجليك إذا نتكلم على الفيرب انفورشي إذا هي وضعته بين رجليها وكأنها تركب عليه إلو تونو سوليدمون ثم أخذته بقوة كما نقول هنا أخذته بصلابة نقول عن شيء بأنه سوليد يعني أنه صلب Et le tenant, طبعا عندنا le verbe tenir, عندنا le verbe tenir, le verbe tenir, فعل أخذ, يقول لك شخص مثلا, tiens, يعني خذ. Et le tenant solidement, ثم تأخذه كما نقول بصلابة, المقصود أنها أخذته بقوة, entre ses genoux, بين ركبتيها, les genoux, الركب, entre ses genoux, بين ركبتيها, lui enfonce, le museau, dans le dosson. Lui enfonça. Léo ratasset. Léo ratasset. L'omiso. L'omiso, yani, huwa, l'khortom. Khortom, l'hayawan. Bima fi l'fam ou l'anf, il ghir d'alik. Dans l'eau. Iden, hiya ratasset. Léo. L'khortom, dans le dosson. Fi ma in nukhala. Il se débattait. Il se débattait. Tab'a le verbe débattre. أنك تقاوم للخروج من الصعوبة هذا هو المقصود بفعل ديباتر لو فيرب ديباتر أنك تقاوم للخروج من الصعوبة إذا هذا الحيوان وهو يرى نفسه يوضع في الماء إذا هو يقاوم ويحاول أن يبتعد مما تريد المرأة وضعه فيه إيل سو ديباتي إذا كان يقاوم سو روتيغي سو روتيغي طبعا لو فيرب سو روتيغي المقصود انه يسحب نفسه روتيغي انك تسحب
se retirer أنك تسحب نفسك. se retirer أنه كان يسحب نفسه. en éternuant طبعا لو فيرب éternuer لو فيرب éternuer يعني أنك تنفت ريحا من الفم ومن الأنف. أنك كما نقول تنفخ. إذا كان يقاوم وهو ينفخ. كان بمعنى آخر لا يريد أن يتسرب له شيء من هاد الماء. ماغ ماغ لاش لو. إذا هنا يقول فرانسوا ماغ ماغ لاش لو. أمي أمي اطلقيه. يعني لاش لو اطلقيه. تلوي في مال. أنت تجعلين له سوءا. المقصود أنت تسيئين له. أنت تسببين له سوءا. تلوي في مال. كخي فرانسوا. يصرخ فرانسوا. إذا فرانسوا عندما رأى هذه الحالة، فرانسوا عندما رأى ما أصبح فيه الحيوان، وعندما رأى مقاومة الحيوان لهذا الذي تريد الأمة وضعه فيه، إذا هو قال لأمي مير مير لاش لو، أمي أمي اطلقيه، تلوي في مال، أنت تفعلين له سوءا. tu préférerais que je le laisse mourir de faim؟ أنت تفضل كو جو لو لاس بأن أتركه مغير مغير يموت دو فا من الجوع. تو بريفيري أنت تفضل ربما لو فا بريفيري طبعا تصرف في لو كونديسيونيل بريزون لو كونديسيونيل بريزون. تو بريفيري لو كونديسيونيل بريزون أنه تيجي لتلطيف الطلب أنه تيجي للشك. tu préférerais que je le laisse mourir de faim. أنت ربما كما نقول تفضل لو فيرب بريفيري هذا فعل فضل. tu préférerais que je le laisse mourir de faim. أنت ربما تفضل بأن أتركه mourir de faim يموت من الجوع. regarde انظر le voilà qui se réveille. ها هو الذي يستفيق. لو فوالا كي سو ريفي لو فوالا كي سو ريفي. انظر ها هو لو فوالا ها هو كي سو ريفي الذي يستفيق. اذا كما قلنا ماري بلاس لو ريسيبي ابري دو لا تيت دو شيفري. ماري بلاس لو ريسيبي ابري دو لا تيت دو شيفري. il ne bougea pas. la mère alors le pressa sur le ventre le fit lever de force. l'enfourcha et le tenant solidement entre ses genoux. lui enfonça, le mis dans le dessous. il se débattait, se retirait en éternuant. mère, mère, lâche-le, tu lui fais mal, crie François. tu préférerais que je le laisse mourir de faim. regarde, le voilà qui se réveille. l'animal avait goûté l'eau de sang chaude, grasse et salée. Il se léchait les lèvres, et lorsque la femme desserra son étreinte, le petit chevreuil, tombant à genoux, se mit à boire avec avidité. Il s'arrêtait à peine entre les gorgées pour reprendre sa respiration, souffler des boules par le nez, avaler de travers, tousser dans la casserole, mais ne voulait pas s'interrompre. L'animal avait goûté l'eau de sang. يعني أن الحيوان avait goûté, يعني أنه تذوق, تذوق. لو فيرب غوتي يعني أنك تتذوق. لانيمال أفي غوتي لو دو سون إذا الحيوان أنه تذوق ماء النخالة. لو دو سون شود ماء النخالة ساخن. غراس غراس نقول عن شيء بأنه غرا في المؤنث نقول غراس يعني أنه يتضمن ما يشبه الشحوم ما يشبه زيوت الشحوم مثلا. إذن هو تذوق هذا الماء أي سالي ثم المالح. عندما تذوق ماء النخالة لو دو سون شود ماء النخالة الساخن غراس أي سالي كما نقول أنه متيدم أي سالي ومالح. il se léchait les lèvres il se léchait les lèvres. إذن بدأ يلحس لا lèvres الشوارب بدأ يلحس شاربيه. il se léchait les lèvres بدأ يلحس شاربين. et lorsque la femme desserra
son étreinte. وعندما المرأة دسرة طبعا لو فيرب سيري لو فيرب سيري يعني أنك تشد دسيري أنك ترخي سيري أنك تشد تقبض دسيري أنك ترخي ترخي وعندما المرأة أرخت سون إتخانت يعني ضمه ضمه إتخانت يعني الضم كانت تضمه إلى بطنها الآن هي أرخت هذا الضم Et lorsque la femme desserra son étreinte, وعندما أرخت المرأة وعندما أرخت المرأة ضمه le petit chevreuil إذا الحيوان الصغير tombant à genoux وهو ساقط على الركبتين se mit à boire بدأ يشرب avec avidité كما نقول بشراهة بدأ يشرب كما نقول بشراهة Il s'arrête à peine. يعني أنه يتوقف يكاد يتوقف لا يكاد يتوقف إذن il s'arrête à peine. لا يكاد يتوقف il s'arrête à peine. كما نقول بأنه كان يتوقف بصعوبة حتى أنه كان لا يريد أن يتوقف بمعنى آخر حتى أنه كان لا يريد التوقف بمعنى آخر إلا ليتنفس il s'arrête à peine. إذن هو كان يتوقف بصعوبة كما نقول entre les gorges بين البلاعات بين البلاعات les gorges هي عندما يبلع نتكلم عن عملية البلع كما نتكلم عن اللقيمات il s'arrête à peine entre les gorges إذن هو كان يقف كان يتوقف بصعوبة entre les gorges بين اللقيمات كان كلما ابتلع يتوقف قليلا ليتنفس pour prendre sa respiration ليأخذ من جديد sa respiration نفسه إذن هو كان يقف بصعوبة entre les gorges بين البلاعات عندما كان يبلع هذا الماء pour prendre sa respiration ليأخذ من جديد نفسه souffler des boules par le nez ثم كان ينفخ ماذا كان ينفخ دي بول كما نقول فقاعات بارلوني من خلال انفه اذا كان يخرج فقاعات من انفه افالي دو ترافير طبعا هذه العباره ديال دو ترافير نقول عن شيء عندما يعمل بشكل مائل عندما يعمل بشكل خاطئ كما نقول افالي دو ترافير إذن هو كان يبتلع طبعا لو فيرب افالي يعني فعل ابتلع افالي دو ترافير كان يبتلع وهو مائل كان يبتلع وهو مائل توسي دون لا كاسخول ثم كان يسعل في الإناء كان يسعل في الإناء كان تبقى يكحب في وسط الإناء Mais ne voulait pas s'interrompre. ولكن لم يكن يريد طبعا عندنا لو فيرب فولوار فلامبارفي أنه لم يكن يريد s'interrompre التوقف. إذن هو كأنه وجد بغيته هذا الذي كان ينقصه وكأنه كان يريد أن يبتلع الذي وضع أمامه في أقرب وقت بدون توقف. لانيمال افي غوتي لو دو سون L'animal avait goûté l'eau de sang chaude, grasse et salée. Il se léchait les lèvres, et lorsque la femme desserra son étreinte, le petit chevreuil, tombant à genoux, se mit à boire avec avidité. Il s'arrêtait à peine entre les gorges pour reprendre sa respiration, souffler des boules par le nez, avaler de travers, tousser dans la casserole. Mais ne voulait pas s'interrompre. إذا نستأنف مع هذه القصة أيضا لازالت مستمرة في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله